الشماتة أم الشميتة الرجال الشماتة رجال رجال الشماتة احنا هذوك التقابيح ديال العيالات ما عندناش ما عرفت احنا اش تنديرو احنا تنطبقو طبقوا على الاخوان انا جاي بغيت نسولك واحد السؤال حسي واش فمك ياولك لا كناكل بيه علاش ايوا كي مزيان وانت شاركت معنا الملحه والحاره والحلوه وخبيرات لكن مشيو عند السباعي ها اذا من الناحيه المنطقيه والعلميه والبسيكولوجيه انت خصك يا اما تسمح بشي قومه يا اما لسانك يتقطع اختار وحده من جوج ولا خويا وسيم تدريف لا ان الانسان الله يحفظك راه هو باش كنصور طرف ديال الخبز وسيم خويا الله يرحم بك وسيم وسيم لا الحمد لله الحمد لله طونسيون نقص والسكر وادك خصك دابا شويه ديال الراحه يعني اللي يرحم هاد البلاوات هادو الله يهديهم زيد عندك شويه ديال لويزه في الدار ما عرفتش وقرا كاينه حينا لي خطيك عليا بنيتي الشكر ما هادي كون راه مشيت خلا روح الله من غتعول في هذوك البلاوات على من الله يخليها لك امين يا ربي امين هانا سي الطبيب هالبصله ما بغي نصب انا طلبت كويس ديال لويزا لويزا بنيتي مسكينه كتلف حتى هي ملي كتشوفني كنمرض ايوا الله يشافيك يلا انا مشيت خليت لك الراحه وشربي الدواء اليوم كامل بلا عكز ماما على داك الدواء يا دكتور حار يا دكتور حار ما تخافش السيد الطبيب الا ما شربتش الدواء بالخطر غنشربو لابس ايوا صافي يلا الله يجيب الشفاء وليدي كنت تنشى معنا انا وولدي الله يرضى عليك راك بحال ولدي عارف اللي كاين مره اخرى شوف راه واخا انا ما واقفاش تبارك الله بنتي بقى تحت من يدي غير سمع على اسمي ربي يخليك مره اخرى ان شاء الله يلا خليت لك الراحه يلا سيري مع بنيتي وصلي لباب الدار نوض واخا امي نوض حبيبي نوض كيبقى شويه بسيطه الحمد لله صحتها ولات على قد الحال كيسوا على الدراري دابا راه عطيتها شي دواء باش تكالما غدا غنرجع نشوف كي صبحات صباح الخير خلينا نشوف وليد السلام بقيت فيها الوالده شويه اسمحي لينا امي انت انا راه ما داير لا بيديا لا برجليا راه هادو هما اللي مزيدينهم مقدميني لكلشي شتك بحال بغيتي تدور علينا على دارنا شبان انت هو الولد شبات الاحترام الدراري راه انا اللي كبير وانا اللي مفروض نتخلى باش نصلح ما افستمو سيري انت خرجي برا تنساليو مع الوالده علاش غادي نخرج على برا على هي ماشي مي شتك بحال وليتي كتجاوبي معايا عندك الزهر الوالده مريضه زينب بارك الله يرضى عليك بنيتي انا مريضه واللي فيا يكفيني خلوني نتصنت العظام يلا خرجوا عليا يلا اش كتسنى انت انا اللي كبير نوتز اجي جابك الله ولد عيشه بحال درهم ديال الحلاله الصباح صباح الخير اخويا ابراهيم راه ديك الكرطونه ديال السكر راه على قوبن عقوبا نبيعك في الخطوة ديال كود عيشة سير اخو سير حالاتك سير صبحنا الله سير في حالاتك ما شاء الله الدامانة قريب الله يبعد علينا بنادم زينب بنت علي الله يرحمه والله يعمر هذا درويشة وما فيه ما تعب خوته عطيهم شهر ولا شهرين هما في الحبس وديك ساعة ضرب لي الكحف البيض ودي الزواج راه زين ولكن عندي ورقية مشتتين خاصني نهبط الاس فيه وجمع هاد الورقة جمع هاد الورقة وشوف واش الوالدة لقاها ولا ما لقاهاش اسفي هي شي شويه ولا عيشه مشي معاك ندير نوك شي مشروع ديال الزيتون بالعظم غنكحل واصرف حتى شي من الزيتون ولا بالوط السيد راه خاصو الخروق باش تصوب شهاده عزوبه راه برع هي شي عرسيه فعلا شركه ديال ولد عيشه دابا يا خويا عطوه تقبل عليا زينب وتشد خوتها حياه هي نفريد كاع قبلاش بك زين عندك لاكار وراني ما سمح لك نهضروا عليا خاصني نبط الاس باش نجيبها ولد عيشه ما عندكش لاكار لا كتهز معايا واش غتصيفطني للحبسه ولد عيشه تما المشكل في لاكارت ولا كارت راه مهمه ولد عيشه وجوج جوج من الحاجه وعندك ما تجيش تقدم من عندي والله ما سمح لك غدا امام الله لاكارت مهمه عشيري ولكن شوف انا غنقضي لك لافير اول حاجه غدير غنضرب شي حسينه مزيانه موراها غنتصوروا شي تصاور مخيرين وداك الشيء اللي باقي ضربوا عليه قدي معايا لافير قدي معاك لافير خلي عندك هذا بامبارك
الله يعاونك. اشوف اه السكر ديال الخطوه عندك ما تقداش من عندي انا وصيت. لا الحمد لله الحمد لله من فاطمة ماشي بحال البارح خلعتيني عليك بزاف. الحمد لله على عطيك ما يخلعك. أمين. رانا مزوكة فيك هاد المرة إلا بغيتي تعطيني شي دواء شوف لي شي سيرو حلو شي شوية مع داك راه حاركي الحجاكي وحلي أنا. مباركة بالفشوشة من فاطمة. الله يشافيك. السلام عليكم. السلام تكلا لله فاطمة. الله يسلمك ويجعلكم إن شاء الله صغير خير ورحمة. شوية كنت غتعقدهم وتبيع لي. لا واه لا واه ياك دكتور. لا لا باقي غادي نحضر لكم ان شاء الله العراساتكم والحفلاتكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يجيب راحتك. انا مشيت نخلي لك الراحه. الله يرضى عليك. يلا الله يجيب الشفاء. امين. شنطه امين. انا نمشي نوصل الطبيب امي. يا خوتي الله يرضى عليك. جلسي اخوتي جلسي. سي الطبيب بغينا نعرضوك للفطور ولكن كاع البيض اللي كنكلا هذا الاخ هذا. ايه رجعي لداخل بغيت الطبيب في واحد الموضوع على انفراد. اشش شكرا زين. تفضلوا افطر معنا. لا بصحة وراحة. واسين انت الكبير في خوتك وبعقلك تقيس على الوالدة شوية راه كبرات ما بقات قادة على صداعي. والله الا لقيتينا كنتشاركوا في نفس النوايا الحسنة. يلا لقيتيني انا وخويا بيتشو كتذكروا على المشروع من اجل تحسين الموارد الدخل راك عارف الوالدة مسكينة بالازمة وبدينا كنجمعوا في راس المال بغيناك تعاون معنا في واحد 200 درهم الله يجازيك بخير. واش انا الداوي نكون فابور ونزيد نعطي 200 درهم ماشي حشومة عليك السي واسين. الشيء اللي خايب فيك هو داشي طبيب. انت واحد الانسان معروف بالعطاء ولكن الرياء ليست من شيم الاطباء. كدير عمليه جميل. لا علاش؟ بغيت نغير شويه بعضا من ملامح وجهي. لا حول ولا قوه الله يعاونكم. مع الاسف بغيتو تزيانو غير بوحدكم. انا راه ماشي خايب راه علي مويا اللي ما كاينينش. راه هذا هو المرض دابا. واش انا امي مريضه والدنيا مقلوبه وانت بارك عليا ابيل موسيل توبلي من الصباح. سالات لك روشارج موصل توبلي واش ما عندك حتى شي غرض من غيري انا. هايدي هايدي راه النقشه طالعه من بعد ونعاود معايا. اخونا حربات بقى تابع هاد الحب يا غيديك للحبس يا غيديك الروضه وغتعلق فين تفلق. والله ما نتزاقل معاه بالله زعما باك وميسير غيخلعني انا. انا كنخاف من الدجاج كاع من الريش. انت ما فهمتش والو انا 3485000 ديال الفتيات انت بانتك غير بنت الكوميسير. اه هي اللي بانت لي كنبغيها ماشي سوقك. تخلينا من هاد الهضره ديال الحب. راه خوتنا بجوج وسيم وبيتشو راه داروا بروجي ديالهم حتى انا وياك خاصنا نديروا شي بروجي. دابا هما ولاو بجوج وحنا ولينا بجوج. وراك عارف انت يا خونا وسيم زيد نغزه شويه في القرايه قال لك غيدير مكتبه. وراه انا وياك خاصنا نشوفوا شي حل ونديروا شي لعيبه. وانت انت نوض دير محلابه دير مكتبه زعما الدرب عندنا عامره بالعلماء كلشي مبلي كتبه وحدي اللي تيتباعوا في الدرب هما ديال الصاكه. والله الا عندك الصح حتى من الجورنال كيمسحوا بها الدجاج. شحال واحد كياخذ جورنال ما كيقراش كيشوف هذيك الصفحه الاولانيه. وبيني وبينك راه خصنا نديروا انا وياك شي افير. شنديروا واش من افير غندير؟ وانا بنت لي واحد القضيه مزيانه غادي نجيبوا الكونطراج ديال برا وغنبداو نبيعوا الدراري اللي غادي لروسيا راك عارف مونديال زايه وتما التيتيز ما نعاودش لك ارا برا. دابا حنا الدريات ديال روسيا مريحين في المطار دايرين البروشين لي باك وداك الشيء مسيلي وتيتسناو في الحربه والنقشه يمشيو عندهم بالاحضان يا وطني. شنو تقلب على راسك دير شي حاجه تنفعك من الهضره الخاويه. خونا حنا خاصنا العاقه والعاقه انا عارف مين غادي يمشي وانتي طيري تبقينا لروسيا. يلا تبع الصالة ديال روسيا كبيرة.